يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتبه الثوب الطاهر بثياب نجسة فهل أصلي على عدد الثياب أو أتحرى وأصلي؟ وما القاعدة في هذا الباب؟ المذهب أنك تصلي بعدد الثياب النجسة وتزيد صلاة ثوبا واحدا لتخرج من الشك باليقين، تصلي بعدد النجسة وتصلي تزيد في ثوب واحد عليها لتخرج من العدد. والقول الصحيح إن شاء الله أنه يتحرى ويجتهد ويصلي فيما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر.